ماذا لو عدت لنا وأتيت تطمئننا، ماذا لو يا أبتي ما حلت بردتك، لو رحم الأوصال أبا عبد الله، لو سرجك ما مالا، لو عدت من الحرب وحضنت الأطفال، توضأت بلادي بالدم والعزى في ثراها خيام، حيث كان عاشور، ها هو الجنوب يتلو المأتى بدون لطم، فقط اقرأ الكل، ها توضأت بلادي حيث كان كل يوم عاشور، ها هو الجنوب يتلو المأتى، فقدنا أحباء لا مثل غيره هذا العام، دمه أهل الشهادة خدام حسين، صلى الله ذكرنا الذي صداه في حي اختنا، صلى الله على صوت أرضنا التي جرح رملها نزف، صلى الله على نيابة عن سيدنا الذي علمنا هذه الصرخة جميعا، حسين هنيئا لكما، والرصاص صوته قد دوى، والجميع ذاب في من يهوى، إن مررت في ثرانا تلقى نحو كربلاء طريقا يطوى، ارفعوا صور الشهداء ونادوا عن كل أكبر هوى يحكى، لما مضى وأهله لو شمت في ميدانه مسكا، مولاه صلى الله نحو نوره سعى وهو صلى الله عليه، صاح حينما هوى لا لن يهوى، صلى الله اصرخ صل جميعا والقبضات مرفوعة، حسين وهناك حيث فاح الدخان، وقفت بكل باب ترفع فوق الرؤوس القرآن، وللحسين إذ أتت الذكرى
مع صورة لها تنعى. كيف تنعى ولدها؟ كيف علمنا؟ لبيك يا أبا عبد الله حسين. صلى الله صوت كل من قضى مطروحا ومعتفل. صلى الله صوت أمه التي عند الباب تنتظر. صلى الله عليه.